اللي نحن نحتاجه، لو تركز هنا طلع لك فقط اللي انت تحتاجه ليس الا، يعني ما طلعش الحاجات الثانيه. مثلا هنا هذا الجري هل طلعت؟ لا، لانه اعتبرها من ضمن، لانه هذا اصلا طول وعرض بنفس الوقت. ركزوا معي، طول وعرض بنفس الوقت، فما انعرضش. لذلك بالاول انعرض الطول وكل العرض مسحه. هنا نفس الشيء، هنا اللي بنفس الوقت طول وعرض ما عرضوش، فبالتالي هنا شوف الطول مع العرض ما عرضوش، وبالتالي هذا كاملة كمان شوفوا ما عرضش، لكن هذه انعرضت الخطوط، هم خطين. طبعا على فكرة هو كان خط غامق يعني كبير، فهو عرضه على انه خطين. طيب هذا الخطوط لانه كانت ما كانش طول وعرض بنفس الوقت. وضحت الفكرة يا سنة ثالث؟ هذا بالاضافة نفس الكلام اللي انتم قلتوه، ولكن انكم تركزوا اكثر انه لما جاب السكيرت، ما هو جمع لك بالتربيع كمان، ركز، جمع لك بالتربيع كمان. فانت لما تربع تجي لناحية الصفر ولا لناحية الابيض؟ هاي سنة ثالث. عيدي عيدي السؤال يا أستاذة. شوفوا لما انا، ناحية الأبيض. ايوه لما انا الان، لما أنا الان اربع القيمة، مثلا هي كانت 2، 2 كانت ناحية الصفر، لما ارجع 4 بدينا نتحول الى ايش؟ للابيض. طيب الاربعة لما انت ربعت رجع 16، فنتحول للابيض. تمام لكم؟ فكلما ربعنا القيمة اتجهنا للابيض اكثر، فبالتالي ظهر اول شيء اللون من مقاربات الابيض بشكل بارز، وهذا السبب بسبب التربيع، لانه قلت بي تربيع اكس زائد بي تربيع واي. الزائد معنى تضيف اللي كانوا بالطول الاوله مع اللي كانوا بالعرض، فهم الاثنين، ولكن ظهر لي ايش؟ اللي هو القريبه من اللون الابيض، لانه كان تربيع زائد تربيع. والجذر التربيعي ليش انعمل الجذر التربيعي؟ من حيث ان اللون يحذفه. واضحه؟ فبالتالي هل هذه القريبه من مش قريبه من الابيض؟ لا، فهو الان وضح لك فقط اللي هي قريبه من الابيض. طيب عكسناها، جبنا العكس وجبنا الجذر التربيعي على اساس يعمل لك فقط انه البيانات اللي هي نويز يحذفها. طبعا انت تشل هذا الكود تزيد تفهمه اكثر، لو حاولت الكود هذا اللي نفسه حاول تعدل عليه، يعني انا قصدي ايش تعدل عليه، بدل بعد السكيرت وخلي هذا زائد هذا بالتربيع، بعدين جرب خلي الاول تربيع والثاني لا تربعوش، بعدين تخليهم بدون تربيع مع الجذر، بعدين تخليهم بدون تربيع وبدون الجذر، زود هذا مع هذا وشوف ايش النتائج. هاي الكود قدامك، شوف النتائج اللي بتطلع لك، بعد على 255 وشوف ايش اللي ينتج لك، اجلس العب بالكود. لذلك انا حتى كنت اقول يا حبذا يا حبذا لو انتم تشتغلوا معاه، مش بالعاملين، يشتغل كل واحد لوحده. الا شوفوا نحن دائما، واني مع انه كل واحد يكون معه جهاز، الا معالجة الصور، كلما كانوا جماعة كلما استفدتم اكثر وكلما كان الاستمتاع اكثر، لانه مثلا الشخص الاول بيبتكر حاجة بيقول لك ايش رأيك نعمل كذا، ايش بنسوي كذا، فتجي ايش رأيك ايش رأيك، وشوفوا ما تفقدوش اول شيء المتعة، ثاني شيء تجي لك فكر لو عملنا كذا ايش اللي يحصل. لكن انت بينك وبين نفسك يمكن تقرأ الكود مرة مرتين تزبل، كلما يكون حد جنبك تبدأ. الان زي ما قلت لك ابعد السكيرت، طيب لا تخليش الجذر التربيعي، اوجد الجذر التكعيبي مثلا، خلي الباور اس 3، خلي الباور اس موجب او باور اس سالب، يعني قصدي عفوا خلي الباور يكون اس فردي مش زوجي، مثلا يكون 3 5، وشوف ايش التعديلات اللي بيقرا عليك. كلما شفت اكثر من تعديلات كلما جاءت فكرتك اكثر ومعلومات اكثر. طلعت كلامي؟ واضح كلامي؟ ايوه واضح. طيب في اي سؤال؟ في أي سؤال الآن؟ لا لا طيب خلاص أنا أعتقد هنا في مع لذلك يقول لك هذا يمكن تعمل له عملية امشو. طيب إحنا عرضنا الأول، لو عملنا شوفوا بهذا الكود بدل ما نعمل سكورت اي سي اكس اس 2 زائد الاي سي واي اس 2، نستبعد هذا ونعمل هذا الكود. طبعا هذا اللي ظهر لك بالكود الأول. طيب شوفوا هنا بعمل له الاي سي، من هو الاي سي هنا؟ من هي الاي سي؟ عفوا بس من الاي سي هنا؟ مش الصورة الاصل؟ الصورة لو الصورة عم... أيوة الصورة الاصل لو عملنا له، لو عملنا له ايدج دالة جاهزة عن طريق الماتلاب، ايدج الاي سي والبريويت، وعرضتها شوف كيف بتطلع. علي لو استخدمت البريويت الدالة الجاهزة شوف ايش بتطلع، ما الفرق ما بين هذه وهذه؟ وقل لي من الاحسن. من حيث الحواف كانت بالأولى الحواف سميكة، أيوة هذه نحيفة. طيب من يقدر يقيمني من أحسن من حد؟
من اللي أحسن من الثاني؟ يا دكتورة ما فيش فرق، يعني هو بكل الحالات يعني كأنه بين لنا نحن الشكل. شوفوا هذه أحيانا تسمى thinner edge وهذه thicker edge. thicker يعني هنا حافة رقيقة وهنا حافة سميكة، وهذه كنوع من أنواع معالجة الصور. كيف لما تعمل في البري ويت تجيب لك حافة thinner، تمام؟ فدائما دائما البري ويت أحيانا تستخدم مع الحواف. مثلا لو معي حرف A ولا حرف B، أنت تشتري حرف A يكون حقه الحافة صغيرة، يعني كذا شفت حجم الخط، الحجم الخط لما تعمله صغير فالبريود تعمل لك حافة صغيرة. وبعد بعض ابلكيشن، شوفوا هذا يعتمد على الابلكيشن، صح انه الان زي ما قلت ما يوجدش فرق، لكن انتبهوا بعض ابلكيشن ما تحتاجش هذه، لانه هذه تقول لك كمان في بيانات كبيرة كثيرة، انا اشتي بس اشوف الحافة، فهذه لو تقول تشوفوها اوضح، طالما ان الحواف قليلة البيانات حقيقة قليلة فاقدر اعاملها بشكل سهل. بعضهم يقول لك لا، اللي حق الحواف احتاج الحواف الثقيلة، لانه هذه الحواف لو تركز في معك هنا بالنص في حاجة متقطعة، صح مش متصلة، تركز لي على هنا، شوفوا عند الماوس عند المؤشر باونتر، مش تحصل هنا مساحة فاضية، صح ولا لا؟ أيوه فهذه معناته انه مش كنت تنوس. فلما اجي اتابع الاوبجكت بيخليني ده اوبجكت الحالة وهذا اوبجكت الحالة، لكن هنا مستمرة، فاقدر اشيل انه هذا كله اوبجكت واحد، فحسب الاب. بعض طبعا هي معك كلوزنج، هذه لك بس المعلومة اخذها، في حاجة تسمى بالمورفولوجي تقريبا بمعالجة الصور، طبعا بس هذا المصطلح لأصحاب الماجستير مش عليكم، بس ولو لو أنت حابب وعندك وقت تقرأ عليه حلو جدا. في حاجة تسمى مورفولوجي أوبريشنز اللي عمليات المورفولوجي. عمليات المورفولوجي في معك الكلوزنج أوبريشن وفي معك الأوبنينج أوبريشن. واحدة تخلي لك الحافة ثيكر زي ما هذه، وواحدة تخلي لك ثينر زي ما هذه، وكل واحد له مميزاته وعيوبه، انت حسب التطبيق اشتي ثيكر ولا اشتي ثينر. فاذا اشتيها ثينر بتستخدم البريوات ولا تروح على المورفولوجي الكلوزنج، ولا يا الكلوزنج يا اما الاوبننج، بس هذه اللي تعمل لك بشكل نحيل اللي هي عباره عن البريوات. واضح كلامي؟ واضح يا سنه ثالث؟ أيوه في اي سؤال قبل ما انتقل للسلايد اللي بعده؟ طيب لا اشوفوا لي على في معك حاجة تسمى روبرتس كروس جراديانت فلتر. طيب هذا الادج نفس الدالة هذه نفس هذه، بس بدل ما اعمل بريويت ايش بعمل؟ روبوت فقط. فشوفوا للان يعني نفس الدالة، نفس الدالة ادج للاي سي والبريويت، وهنا اسم متغير، بقول اسم المتغير ادج للاي سي اسم الدالة روبرتس ونفسها، اللهم هنا بس قد تختلف المصفوفة، هذه أغلبها إيش؟ أصفر، لو تركز على هذه وهذه أغلبها أصفر. فالفارق ما بينهم الاثنين إنك يا إما تستخدم كلمة روبرتس فقط، يا إما إيش وكمان حقك الفلتر يكون أغلبه أصفر زي ما هذه، شوفوا زي ما هذه بالطريقة هذه، يا إما الثاني والأول من الصف الثاني، يعني شوفوا العمود الثاني والصف الثاني، يا إما العمود الأول والصف الثاني، يعني قيمتين فقط وأغلبه أصفر. طيب تعالوا شوفوا لي الآن هذه الصورة لما نعمل روبرت، شوفوا الآن. طيب السوبل نفس العملية، اللهم بدل الروبرتس بعمل السوبل، وعلى فكرة السوبل جدا 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 شهيرة، بس إنها قديمة والناس يعني تخيلوا على 2014، لا والله عاد 2009 والناس بدأوا يشتغلوا السوبل، تخيل في معك الاتش ديتكشن عن طريق السوبل، في ناس كثير اشتغلوا بالذات بدايات معالجة الصور ما كانتش بهذه القوة اللي الآن الموجودة حاليا. فكان على 2009 في معك الاتش ديتكشن يقول لك استخدم السوبل، بس هذه قديمة، الآن قد في الروبوتس في الريوت، بس السوبل كانت قديمة، ورغم انها كانت تشتغل، يعني ركز هي ايش هي هذا حقها، مثلا نستخدمها فبيكون صفي بس وعمود اللي هي واحدات، فشوفوا كيف النتيجة بتظهر، تقدر تقارنه ما بين الثنتين؟ ما بين الروبرتس والسوبل هم يعني الاثنين؟ السوتر هذه أفضل يعتبر من الروبوت، لأنه صحيح الحواف ممنوحة صحيح بالروبوت. صحيح، هنا في بيانات أساسية تم حذفها من الدائرة، صح ولا لا؟ لكن إلى حد ما هذه أوضح. طيب
لو جينا نقول